يعني اليوم حنا كانت ناس ضمنت وخلصنا السميد هذا كان بثمن، يعني كي كملنا حنا البيع تفاجأنا لقينا الثمن هذاك ما عاودناش لميناه. يعني اليوم نداء للمواطن يعني باش وبعتوا بنفس الثمن ما ديتوش الفائده، شي نورمال. وبعد ذلك ما قدرتوش تجمعوا الثمن اللي شريتوا به السميد، ما بعتوه بالخساره. بعناه بالخساره. مي اليوم احنا واش نقولوا بناء على تعليمات السيد وزير الاول اللي كانت في 28/3/2020، يعني باش طلب منا باش نديروا خليه للبلديه لليقظه ومتابعه ازمه نعم. الكورونا فيروس. يعني اليوم درتوا هذه الخليه، انطلقتوا يعني احنا هذه الخليه رانا خدمناها، هذه خدمناها تحت الاشراف تاع الوالي المنتدب للدائره الاداريه، وين قسمنا بلديه بولوغين اون وي زون، يعني كل زون خرجنا لي زادراس اللي تابعين ليها. اتصلنا دابري تعليمه لازم يكون رئيس اللجنه في لا زون هذيك، حنا وين حطينا كاين وين رئيس اللجنه درنا منتخب، وكاين وين درنا رئيس جمعيه، كاين اللي درنا وين رئيس الكشافه الاسلاميه الوداد راهم معنا، عندنا جمعيات يعني اللي معروفه في بلديه بولوغين. واتصلنا تانيك بالناس اللي يعني عندهم علاقه بالحي، تلقاه في الحي تاعو يعرف الحي تاعو مليح، يعرف الناس باسكو فيها التعليمات يحترموه. وعندنا ثقه، لازم بلديه تخدم مع ناس اللي يكون عندهم ثقه. نعم. يعني طلبوا منا وين درنا دي بوان بوان، يعني وين غدوه يكون الحجر الكلي، يعني دونك لازم لنا ان بوان. راكم جاهزين؟ رانا جاهزين من ناحيه الهيكل، معناتها واش تنتظروا الان؟ يعني احنا التعليمه اللي مدها وزير الاول وحنا وجدناها لقينا فيها اقبال كبير من المواطنين. يعني اليوم وين الخاليه وسعناها وعندنا ناس راهي متجنده، كاين ناس يعني اليوم وين احنا لقينا كاين اليد في اليد، يعني من كاين مواطنين تقدموا لي عندهم فورغون عنده كاميو، ناس معروف قال لك انا راني هنا واجد.